أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابي الأكارم، طالبات الحبيبات، نستأنف معكم بإذن الله سبحانه وتعالى باقي محاضرات مساء القرآن الكريم وعلومه، أو علوم قرآن أو كما تحبوا أن تسموا. نأتي الآن بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث عن مراحل نزول القرآن. بالنسبة للقرآن الكريم، قد يسأل سائل: هل نزل القرآن جملة واحدة؟ هل نزل منجما أو مفرقا؟ بالنسبة للكتب، كتب الأنبياء السابقين، هل نزل جملة واحدة؟ هل نزلت التوراة والإنجيل جملة واحدة؟ هل نزلت مفرقة؟ سؤال آخر: هل هناك شيء اختص الله به القرآن عن غيره من الكتب السماوية؟ ما الفضل الذي خص الله به القرآن الكريم في كيفية نزوله عن غيره من الكتب السماوية؟ للإجابة عن كل هذه التساؤلات دعونا ننتقل معكم للحديث عن مراحل نزول القرآن الكريم. أولاً، المرحلة الأولى التي نزل فيها القرآن الكريم هو نزل من رب العالمين إلى اللوح المحفوظ، وضع في اللوح المحفوظ جملة واحدة، جملة واحدة. قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن المرحلة الأولى أنه نزل جملة واحدة من رب العالمين إلى اللوح المحفوظ. نأتي إلى المرحلة الثانية: من بيت العزة في السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأيضا نزل جملة واحدة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. كيف نزل في ليلة القدر؟ أنزله جملة واحدة، أي في البيت، في بيت العزة في السماء الدنيا. من أين نزل؟ نزل من اللوح المحفوظ. إذا المرحلة الأولى من الله إلى اللوح المحفوظ، المرحلة الثانية من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، المرحلة الثالثة هي من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه المرحلة نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سؤال: لماذا نزل القرآن جملة واحدة في مرحلتين؟ ما الحكمة من نزوله جملة واحدة؟ طبعا للعلماء يعني وجهة نظر في هذا الأمر واجتهادات، فقالوا هو لتفخيم وتعظيم شأن القرآن الكريم، وليس فقط ذلك، وشأن من سينزل عليه، لأنه يحدث هناك أول نزول جملة واحدة كان في السماء في المرحلة الأولى، والثانية كان في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة في السماء الدنيا، هو في السماء. إذن هو بمثابة إعلام من الله سبحانه وتعالى بحدث جلل أعظم الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين، تعج السماوات السبع بهذا الخبر، تحتفي بهذا الخبر، فهو نوع من التعظيم والتكريم والتشريف لأعظم كتاب وأعظم رسول. أيضا نزل جملة واحدة من باب تفضيله على غيره من الكتب السماوية، لأن الكتب السماوية كما سألت قبل قليل، قلت لكم: هل نزل جملة؟ هل نزل مفرق؟ للعلم، القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي نزل مرة جملة واحدة ومرة مفرقا، بخلاف الكتب السماوية الأخرى فهي نزلت على شكل واحد وهي جملة واحدة. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذه هي الحكم الرائعة من نزول القرآن الكريم جملة واحدة. طب إذا لماذا نزل مفرقا؟ كل هذا الاحتفاء بين أهل السماوات بهذا الكتاب، أما كان كافيا لكي يكون هذا التعظيم والتشريف لهذا القرآن الكريم وهذا الرسول الأمين وكفى؟ نقول لا.
أن هناك حكمة أخرى من نزوله في المرحلة الثالثة مفرقاً. أول حكمة من هذه الحكم التي لا بد أن نتعرف عليها فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك. مرحلة التثبيت مرحلة ليست سهلة. عند نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهد وكان يتعب وكان يتصبب منه العرق، يعرفه الصحابة وتعرف عائشة من علامات الإجهاد التي كانت تصيبه بآية أو آيتين، فما بالك لو نزل عليه جملة واحدة. ففيها نوع من تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النزول المنجم والمفرق. أيضا فيها تثبيت لقلوب المؤمنين. قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. النزول المتدرج لهذه الآيات يعطي نوع من الراحة للمؤمنين، كلما اشتدت بهم المحن كلما عصفت بهم الفتن ينزل قرآنا يثبتهم، كلما عصفت بهم المحن ينزل قرآنا يبلسم جراح قلوبهم. قل متى هو؟ قل عسى أن يكون قريب. فهذه الآيات التي تتنزل في أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة وفي حوادث مختلفة تشد من ثبات المسلمين ومن صلابة المسلمين ومن ثباتهم على الحق والدين. أيضا نزوله مفرقا ييسر حفظه وفهمه على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول الوقت يحرك لسانه حتى لا ينسى، فجاء الرد القرآني: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أيضا ليس التيسير فقط على النبي، والتيسير أيضا على المؤمنين، لأنه حفظه آية آية حسب النزول أو حسب المراحل النزول والتدرج في النزول يكون أيسر وأسهل أيضا على المؤمنين. أيضا فيها نوع من التحدي والإعجاز. قلنا أن النبي أن القرآن تحدى العرب والعجم، تحدى الأمم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بأي شيء يكافئ هذا القرآن الكريم، لكن سبحان الله أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تبقى كلمته الخالدة وأن يبقى قرآنه المبين حقا ويقينا على رقاب الكافرين، ليكون صدقا وليكون سيفا على هؤلاء المكذبين. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة. إذن لما نزلت سورة أو نزلت آية هات لي سورة مثلها، نزلت سورة أخرى إذا لم تتمكن في هذه السورة فلتأتي بهذه السورة، فلتأتي بنظير لهذه السورة أو بمثيل لتلك السورة أو تلك السورة أو تلك الآية، ولكنهم عبثا حاولوا. أيضا التدرج في التشريع، نلاحظ سبحان الله أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة وبهؤلاء المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى تدرج بهم. كما قلنا أن العهد المكي في البداية كان له أحكامه وله بعض الأحكام الخاصة به في العقيدة وأصول الدين، ثم بعد ذلك نحن نتكلم في الشريعة وإلساء مبادئ الشريعة. الآن كما قلنا قضية بسيطة، قضية الخمر قضية بسيطة. الآن لو تحدثنا عن الخمر وقلنا أن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن جملة واحدة فأصبح إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لو نزلت هذه الآية من اللحظة الأولى ربما لكفر الكثير من الناس، ربما لانتكس كثير من المؤمنين، ربما لأنهم لن يستطيعوا. ولذلك من باب التدرج، من باب الرحمة، من باب الشفقة بهؤلاء المؤمنين، الله سبحانه وتعالى نزل القرآن منجما لكي يتدرج معهم في التشريع. فقال سبحانه وتعالى في البداية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني بين الصلوات قد يشرب إنسان الخمر، لكن سيكون هنا في تقنين لفترة الخمر، بدل أن كان اليوم كله مستباح أصبح هناك الفترات قليلة جدا لن يستطيع إلا ممكن بعد العشاء حتى يستيقظ لصلاة الفجر.
بعد ذلك جاء التحريم، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذا لم يذكر أنها حرام، فيهما إثم لكن فيهما منافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. الآن القرآن يعمل على قضية أن ينفر الإنسان من هذه الذميمة ومن هذه المعصية والعياذ بالله، ولذلك قال وإثمهما أكبر من نفعهما، إلى أن جاء التدرج. طبعا التدرج هنا التدرج، إلى أن جاء القول الفصل في المسألة وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا من الأهداف أو من الحكم الرائعة التي نستطيع أن نستقيها من نزول القرآن مفرقا مسايرة الحوادث والوقائع والطوارئ. الآن تحدث قصة، فينزل القرآن يجيب على هذه القصة، غدا تحدث قصة، بعد غد تحدث قصة. إذا كلما حدث أو ألم بالمسلمين أمر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينزل القرآن وإن لم ينزل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كيف سيكون هناك مسايرة للحوادث لو نزل جملة واحدة؟ لن يكون. ولذلك عندما جاءت خولة بنت ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لعائشة رضي الله عنها، وكانت تشتكي من ظلم زوجها، نزل قرآنا ولم يكن أحد يسمع صوتها، لم يسمع بصوتها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذا خط لنا قصة بناء على واقعة حصلت، شكوى تقدمت بها هذه المرأة للنبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه الجملة من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة التي خططها أنام العلماء للحديث عن الحكم من نزول القرآن مفرقا أو نزول القرآن جملة واحدة، ننتقل وإياكم إلى الحديث عن أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم. أول ما نزل من القرآن الكريم، كلنا يعني كمسلمين نعرف أن البداية أو الانطلاقة لهذه الدعوة المباركة ولهذا الإسلام العظيم ولرسولنا الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كانت بإقرأ ما أنا بقارئ، إقرأ ما أنا بقارئ، إقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندما كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما كان يتميز به النبي أنه كان لا يرى رؤيا إلا وتحدث معه كفلق الصبح، ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يختلي بنفسه في غار حراء إلى أن أكرمه الله بأن يكون سيد الأولين وخاتم المرسلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. وليكن التواصي بيننا دائما بالتقوى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ختم قرآنا عظيما كريما يحوي الكثير من العبر والكثير من الآيات والكثير من الأحكام والكثير من الشرائع والكثير من القصص والكثير من الفوائد والكثير من الزخائر التي لا حدود لها، كان آخر أمر إلهي بآخر آية نزلت على النبي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فوصيتي لكم التقوى 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 وعدم التظالم. فليعمل الإنسان، كل إنسان منا، على أن يصفي قلبه ويصفي روحه ويصفي حساباته في هذه الدنيا ليقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يكون قد غسل نفسه من دنسات هذه الدنيا الحقيرة وخلص نفسه من حقوق الناس وحقوق العباد ليقبل على الله راضيا مرضيا بإذن الله. نأتي الآن، هذا ما نزل في القرآن الكريم بالجملة في أول آية وآخر آية. الآن سنخص الحديث بأول ما نزل من القرآن في الأطعمة
قال سبحانه وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إني لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآية الثانية التي نزلت في الأطعمة: قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الآية الأولى، لأننا نتحدث عن القرآن لا نريد أن نخطئ: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الآية الثالثة بالترتيب حسب ما نزل من أو ما نزل في القرآن الكريم من الحديث عن الأطعمة، قوله تعالى في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى الآية الرابعة التي نزلت في الأطعمة: بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات التي نزلت تباعا في الأطعمة في القرآن الكريم. نأتي لأول ما نزل في الأشربة في القرآن الكريم. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي تتبعها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولو أردنا أن ندقق النظر، هذه هي مراحل تحريم الخمر. أول قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، من باب تنفير الناس. ثم انتقل للمرحلة الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا تقليل كمية الخمر بالتلقائيا، ما دام الإنسان المسلم وهو مسلم يريد أن يقرب الصلاة يعني بكامل قواه العقلية والذهنية، إذن هو يحتاج ألا يكون قد اقترب موعد الصلاة من شربه للخمر، فتقل جرعات الخمر تلقائيا، ليأتي بعد ذلك القول الفصل في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن الله ما أجمل سياق القرآن، الله ما أجمل حكم القرآن، الله ما أجمل تحبيب الله سبحانه وتعالى لعباده بترك ما ترغبه نفوسهم، فيريد أن يخاطب عقولهم: إنما هذا الخمر الذي تعتكفون عليه ليلا ونهار إنما يسبب بينكم العداوة والبغضاء، ويريد الشيطان أن يوقع بينكم ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون. يعني سؤال أو استفهام يقرع قلوب المؤمنين ويدق فيها مشاعر الإيمان والدين. ولذلك سبحان الله نجد: يا أيها الذين آمنوا، هكذا يكون خطاب الله لعباده المؤمنين. لماذا الآن يعني كانت لنا وقفة في معرفة أول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، أول ما نزل في الأشربة، أول ما نزل في الأطعمة. سنعرف الآن ويقينا سندرك هذه الفوائد.
أولا ببيان العناية التي حظي به القرآن الكريم صيانة له وضبطا لآياته. سنجد أن العلماء اعتكفوا على هذا القرآن كما قلنا ودرسوه وجاءوا بكل هذه العلوم التي الخاصة بالقرآن الكريم، إنما درسوها من باب العناية بهذا الكتاب الجليل. فهو عندما نقول أول ما نزل وآخر ما نزل وأول ما نزل في الأطعمة، أول ما نزل في الأشربة، أول ما نزل في القتال، أول ما نزل في كذا، إنما لنؤكد على مدى عناية المسلمين بهذا القرآن العظيم. الأمر الثاني من هذه الفوائد إدراك أسرار التشريع في مصدره الأصيل. نحن نعلم كما قلنا الآن كمثال بسيط على الخمر، سنعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى تدرج معهم، سنعرف أن الله سبحانه وتعالى كسر من أسرار التشريع عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الحدود في القرآن المدني في ولم يذكره في العهد المدني. لماذا؟ عندما جاءت أول آية وكانت اقرأ يا أمة لا تقرأ، أول وصية جاء بها الوحي والنبي ذهب لخديجة دثروني دثروني، كانت اقرأ يا أمة محمد التي لا تقرأ، ليكون هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة القراءة. قبل القراءة لابد من التعلم ولابد من التفهم ولابد من بذل الجهد وبذل الوسع في الوصول إلى المعلومة، في الوصول إلى القراءة، لأنه سبحان الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كلا وربي لا يستوون، كلا وربي لا يستوون. إذن بهذه الدراسة لأوائل ما نزل آخر ما نزل ندرك أسرار التشريع العظيم من مصدره الأصيل. وأخيرا تمييز الناسخ عن المنسوخ. ما معنى الناسخ وما معنى المنسوخ؟ الناسخ هو الحكم المتأخر، والمنسوخ هو الحكم المتقدم. الآن عندما نأتي إلى آية إلى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل أستطيع أنا أو فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هل أستطيع أن أحتج بهذه الآية على جواز شرب الخمر؟ يستحيل. لماذا؟ لأنه نزلت آية بعدها تقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. كلمة فاجتنبوه التي حرمته تحريما قطعيا تقوم بإلغاء حكم الآية التي تسبقها. إذن أنا هنا أحتاج أن أعرف ما هي الآية الأولى وما هي الآية الثانية. لماذا؟ لأن الآية الثانية حكمها يلغي حكم الآية الأولى حسب النزول، حسب النزول. طلابي الأعزاء، طالباتي الحبيبات، بهذا القدر ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي بكم في محاضرة جديدة شيقة ماتعة نلتقي فيها بحب الله وعلى رضوان الله وبخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.